بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاسكالا والنورما بيزالس. لما نيجي نتكلم يا شباب عن الفورامينا الموجودة في النورما بيزالس، يمكن احنا يمكن خلصنا بالفعل الفورامينا اللي موجودة هنا في الجزء الانتيريور، واحنا افترضنا ده الجزء تقريبا، يعني نرسم تاني كده ماشي. ايوه عندنا طبعا اللي هي ادي الثلاث اجزاء بتوعنا، فاحنا تقريبا خلصنا الفورامينا اللي هنا اللي هي بتبقى في الجزء الانتيرو بارت اوف ذا نورما بيزاليس اكسترنا. انا الاوان ان احنا ناخد الفورامينا اللي موجوده في الميدل ريجون اوف ذا نورما بيزاليس اكسترنا، وعشان نكون صراحه يعني هتبقى اغلب الفورامينا او الغالبيه العظمى من الفورامينا هتبقى موجوده في المنطقه الميدل يعني. او ممكن بقى نشيل الاسهم ونقول هنتكلم عن الفورامينا الموجودة في النورما بيزاليس اكسترنا بشكل عام، يعني كل الفورامينا الموجودة في النورما بيزاليس اكسترنا. احنا يمكن اخذنا منهم بالفعل يعني الانسيزف، مش يعني هنعيد بسرعة كده يعني الانسيزف، واخذنا الجريتر بلاتين والليسر بلاتين. يعني دلوقتي احنا يمكن الجريتر بلاتين والليسر بلاتين مش باين قوي في البيت، لا باين اهي الليسر بلاتين فورامينا الجريتر بلاتين والليسر بلاتين، دلوقتي احنا اخذناهم بالفعل، اخذنا الثلاثة دول بالفعل من الفورامينا الموجودة عندنا. طيب تعالى بقى ناخد يعني حاجه جديده، ناخد بقى بقيه الايه الفورامينا او الثقوب اللي موجوده هنا في النورما بيزاليس. وفي ده سؤال بيبقى مهم قوي في العملي او في الاسكال. هبدا معاك اذا يمكن بادئ ذي بدء بالفورامين لاسرم. فورامين لاسرم بنيجي نشوف كده، طبعا انت كلنا اتفقنا مع بعض في الفيديو السابق ده الجزء اللي هو بتاع البوستيور نيزل سباين والهارد بالت. ورا هنا هنجد ادي الفومر، عظمه كده بتبقى موجوده في الميدل لاين، وهنا على الجوانب هنا هنجد العظمه الكبيره دي المجنحه دي اللي هي السيفينويد بون. تمام كده، لما نيجي هنا نبص طبعا السيفينويد بون هنا فيه الاثنين تريجويد بليتس، تريجويد بليتس الموجوده عندنا طبعا الميديال واللاترال تريجويد بليت. انا كده بحاول ان انا ايه، بحاول ان انا اقرب من الفورم الاسرم، بحاول اشرح لك الفورم الاسرم موجود فين بالظبط. تلاحظ ان هو موجود تقريبا ورا الايه او بوستيريور للتريجويد بليتس الخاصه بالسيفينويد بون. نجد ادي الفورم الاسرم، هنجد ان هي تعتبر على جوانب، يعني هنا ده فورم الاسرم وده فورم الاسرم، بتتواجد على جوانب البازيلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، البازيلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون. هلاحظ ان هي بتتواجد كمان ميديال بالنسبه للجزء ده اللي احنا بنسميه البتراس بارت اوف ذا تمبورال بون اللي هي العظمه الحمراء. وبالتالي نجد هنا انه منطقه الفورم الاسرم هي تعتبر منطقه مستقله ما بين ثلاث دول، ما بين ثلاث عظمات كبار، عظمه السيفينويد بون وعظمه الاوكسيبيتال بون وعظمه التمبورال بون. طبعا بتبقى ريليتد تحديدا للتيروجويد بليتس اوف ذا سيفينويد بون والبازيلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون والبتروس بارت اوف ذا تمبورال بون. يعتبر هذا الفورامين ليه خاصيه بتميزه عن بقيه الفورامينا، ان هو ما يعتبرش تابع لعظم معينه بقدر ما هو يعتبر واقع ما بين ثلاث عظمات. خلاص كده، يبقى هو يحد لك بيه ثلاث عظمات زي منطقه كده الايه الامم المتحده، واخد بالك الناس اللي بيبقوا ايه محايدين ما بين الثلاث عظمات الايه الكبار عندنا. خلاص كده طيب، في حين ان احنا لما نيجي نبص مثلا على حاجه مثلا هنا زي الكاروتيد كانال، نقدر نقول انه الكاروتيد كانال دي تعتبر داخل حدود الدوله اللي احنا بنسميها الايه التمبورال بون. لما نيجي مثلا هنا لمثلا يعني فورامين زي ده او ثقب زي ده اسمه الفورامين اوفال، واضح ان هو بيقع داخل حدود الايه السيفينويد بون، فيعتبر موجود او تابع لعظمه معينه، موجود ثقب موجود في عظمه معينه. انما هنا الفورامين الاسرم لا، ده ثلاث عظمات وهم جايين يتحدوا مع بعض، سابوا حته ايه؟ سابوا حته في النص. حتى كمان الفورامين ماجنم اللي هو الثقب الكبير يعتبر هو ثقب موجود وتابع وموجود داخل حدود الايه الاوكسيبيتال بون. وبالتالي الفورامين الاسرم مميز قوي بان هو ما يعتبرش تابع لعظمه معينه بقدر ما هو بيقع لك ما بين ايه؟ ما بين ثلاث عظمات. طيب يبقى كده الانسيزيف فوسا، الجريتر بلاتاين والليسر بلاتاين، وعندنا كمان الايه الفورامين لاسرم. طيب ناخد حاجه كمان، ناخد خدنا كمان عندنا هنا طبعا زي ما احنا شايفين دي الايه السيفينويد بون، زي ما احنا شايفين هنا هتجد هنا في السيفينويد بون انت عندك ادي الميديال تيروجويد بليت وادي اللاترال تيروجويد بليت. لاترال بقى، لاترال للاترال تيروجويد بليت، يعني لاترال بالنسبه للاترال تيروجويد بليت، هتجد هنا في فورامين كده بيضاوي الشكل اسمه الفورامين اوفال، عشان كده بنسميه فورامين اوفال. ويمكن في واحد جنبه على طول بيبقى اصغر منه شويه، ما هو مش باين هنا في الصوره، موجود في عطال الثانيه هبوريه لك، وهتلاقيه طبعا موجود في الجمجمه اسمه الفورامين سباينوزم. يبقى انا عندي هنا الفورامين اوفال والفورامين سباينوزم ودول داخل حدود السيفينويد بون، ونكمل كلامنا مع بعض عن الفورامين الموجوده في النورما بيزالس في الفيديوهات اللي جايه.